مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الحوار الخاص عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي. وضيفي في الاستديو الأستاذ عبد الكريم حطاب، خبير إعلامي في مجلس النواب العراقي. أهلا وسهلا. بداية سيد حطاب، كيف ترون عمل المنظومة الإعلامية بشكل عام من ناحية نقل الخبر؟ المنظومة الإعلامية بلا شك تتأثر بالواقع الذي يعيشه العراق، وتتأثر بالظروف المحيطة بهذا الواقع. الإعلام العراقي ليس كما ينبغي ولا كما نتمناه جميعا كإعلاميين، ولكن هو يؤدي الغرض بالقدر الذي يختم القضية العراقية، ولكن ليس بمستوى الطموح بالتأكيد. إذن لنتكلم عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، ما هو صميم عملها ومن من تتكون هذه الدائرة؟ الدائرة الإعلامية هي الدائرة المسؤولة عن تغطية جلسات مجلس النواب بالدرجة الأساس وإخراجها إلى الشارع العراقي للإطلاع على ما يجري في هذا المجلس من مناقشات أثناء الجلسات والمتعلقة بإصدار القوانين وتشريعها ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالعراق داخليا وخارجيا. وهذه الدائرة تتألف من عدة أقسام، هي دائرة فتية حقيقة، يعني نشأت مع نشأة مجلس النواب وتقوم بجهد كبير، ولكن هذا الجهد أكيد هناك منغصات في هذا الجهد، كون هذه الدائرة لم ترفد بكفاءات مهنية عالية لكونها خاضعة للمحاصصة أسوة بالمجالات الأخرى، وهذه يعني مشكلة كبيرة جدا نعاني منها في الدائرة الإعلامية وتعاني منها كل مؤسسات الدولة تقريبا. فالاختصاص ليس هناك اهتمام بالاختصاص بل بالمحاصصة، وساعات تفرض عليك أناس هم بعيدين تماما عن هذا الاختصاص وبالتالي يؤذون أكثر ما ينفعون. هناك أقسام في الدائرة الإعلامية عدة، منها قسم الرصد الإخباري. نعم. مهمة هذا القسم جمع الأخبار والعربية والدولية والأخبار المحلية وأخبار مجلس النواب بالدرجة الأساس، وأعدادها في على شكل ملزمة وتوزيعها على أعضاء مجلس النواب وعلى الزائرين وعلى كل من يطلبها، وهي غنية بالأخبار ومفيدة جدا. سيد الحطاب، تكلمت عن المحاصصة الطائفية داخل هذه الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، إذن لنتكلم عن كيف يتم التعامل مع الفضائيات وباقي وسائل الإعلام. بالنسبة للتعامل مع الفضائيات فيما يخص تغطية أخبار مجلس النواب، هناك في حقيقة الأمر هناك عمل متميز في هذا المجال. الدائرة الإعلامية نجحت في استقطاب كل الفضائيات وبالتالي فسح المجال أمامها لتغطية جلسات المجلس وكل ما يتعلق بنشاطات لجان المجلس وأخباره. هناك مركز صحفي مخصص لهذا الغرض، يستقبل الصحفيين ويقدم لهم الخدمات وكل ما يحتاجونه، وأعتقد هذا المركز نشط والأخوان الصحفيين يعلمون بذلك جيدا. ولكن هناك تحدث في بعض الحالات منغصات بسبب الإجراءات الأمنية، وهذا الموضوع لا يتعلق بمجلس النواب ولا بالدائرة الإعلامية بمجلس النواب، خارج عن قدرتها وخارج عن مقدرتها وخارج عن صلاحياتها حتى. سيد الحطاب، تكلمت عن المحاصصة وتكلمت عن المنغصات الموجودة داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، خلينا نتكلم بصراحة. نحن نتحدث أكيد بصراحة، ويجب أن نتحدث بصراحة، لأن الهدف الأساس من مناقشتنا لهذا الموضوع هو إيجاد حل. نعم. لننتقل من مكان إلى مكان أفضل ومن موقع إلى موقع أفضل. نعم. بالنسبة للمحاصصة، يعني هي كالسرطان الذي ينهش في الجسد في عموم المؤسسات بما فيها الإعلام، ولكن الإعلام حال الصحة، يعني حينما تأتين بشخص لا يفهم في الصحة ويشرف على دكتور ويتدخل في عمل دكتور وهو لا يفهم شيء في الصحة فيسيء ويضر بالعمل ككل. بالنسبة للإعلام نفس الشيء ينطبق هذا على الإعلام، يعني احنا عملنا لجنة في احدى المرات، كنت مستشار إعلامي رئيس مجلس النواب ورئيس الدائرة الإعلامية ومعاون مدير عام الدائرة الإعلامية، جلسنا لاختيار عدد من الموظفين للعمل في الدائرة الإعلامية، يمكن حوالي سنة احنا قدمنا الأسماء بعد المقابلة، ولكن الذي جرى انه عين ناس غير الذي قبلناهم، وناس ليس لهم اختصاص في الإعلام لا من قريب ولا بعيد، بل فرضتهم المحاصصة على هذه الدائرة، وبالتالي أصبح عبء كبير على هذه الدائرة
في الوقت الذي يجب أن ترفد بعناصر كفؤة حتى تستطيع أن تؤدي دورها على أكمل وجه، لا، الذي حصل عكس، رفدت بناس هم ليسوا أهل اختصاص وبعيدين عن المهنة، وهنا تبدأ المأساة في كيف أن التخلص من هؤلاء مستحيل، ولكن كيف تجعلي من هؤلاء صحفيين يخدمون؟ هذا أكيد حتى لو كان عندهم بدايات بسيطة. وأكيد هذه المنغصات اللي هي داخل الدائرة الإعلامية. نعم، هذه من أهم المنغصات التي نعاني منها حقيقة. أستاذ عبد الكريم، أغلب دول العالم يمتلك برلمانهم فضائية، متى يمتلك البرلمان العراقي فضائية تقوم بتغطية نشاطاته إضافة إلى صحيفة متخصصة ضمن الدائرة الإعلامية؟ الفضائية بلا شك مهمة بالنسبة لمجلس النواب العراقي بالذات، كثيرا بسبب عدم وجود يعني إمكانيات خاصة بالنقل المباشر، وهذا حصل خلال الفترة الأخيرة مناقشة اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يعني تأخر عندنا البث يمكن ربع ساعة لعدم قدرتنا أو يعني لخلل فني حصل بسبب أن القناة